السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، احنا دابا مع قطيع الفيومي، راه بدا كيتفاعل مع الدواء اليوم الاخير في العلاج، فالحمد لله توقف النفوق، ايضا الحيويه والنشاط رجعت للقطيع. فبالنسبه لواحد الاخ سولني على دواء تي ام بي اس، على الثمن ديالو هو 50 درهم عند البيطاري، انا خديت راه ب 50 درهم، وكاين اطرو بالنسبه اللي عنده قطيع كبير، فبالنسبة لي قطع صغير رابعة كافياني. ف كما شفتوا في الاول ديال الفيديو راه بديت كنطلقهم مع الدجاج البلدي، وبعد الذكور ديال الفيومي راه كيخص واحد الاناث ديال الدجاج البلدي اللي صغيرة القد. هذا المكان هو اللي كانت فيه الجينيراسيون الاولى ديال الفيومي، راه عقمته مزيان بالماء وجافيل كيف العادة، ورشيت الجير وجبت هاد الياجورات باش نحط عليهم الشرابات باش يتهزوا على الارض وما يتوسخوش، وغنجيب لهم الكتاكيت ديال لي جورن والبراهما والبلدي اللي مع الدجاجه الكحله، الدجاجه المشهوره، حيت المكان ديالهم غنستقبل فيه كتاكيت اخرين هانتوما غتشوفوا معايا نيت في هذا الفيديو. اما دابا دخلتهم راه كيكتشفوا المكان، هذا المكان مزيان ليهم بالخصوص انه مشمس، و وحطيت لهم النجاره ليه على قبل الليل بين يدخلوا. دابا نخليهم يستانسوا بالمكان وياخذوا راحتهم، من بعد نجيب لهم الماكله ديالهم والماء ونمشيو عند الدجاجه الاخرى اللي خرجات. اللهم بارك، هما الكتاكيت ديال لي جورن، وايضا الهجين ديال لي جورن مع اللهمان براون. فكيف ما كتشوفوا الحمد لله خرجنا الكتاكيت. دابا الفكره شنو هي اننا غنجمعوا هاد الكتاكيت ديال 3-4 دجاجات وغنحطوهم لدجاجه واحده. نخليوها دابا ترجع مور البيض ديالها تكمل لينا، راه باقيين كيتفقسوا. ما بالنسبه لهادو ندوهم الاخرى بس عندها، وهادي عندها البراهم، ناخذ لها اللي ناشفين هذاك البراهم هو خلاص كمل هادو كنديو هادو الاخر، هذا راه خرجوا كاع وداير لك يخرجوا، نحطوا له هادو حطلو العير اللي شادين في راسهم. دابا خرجوا صافي، اجي يا صاحبي اجي. هذا هرب هاد البيض غنديه خليه يدخل موراهم، بالنسبه لهاد البيض غنرجعو للدجاجات الاخرين يكملوه. سير عندنا صافي، كلشي ولادك، هاد الفلوس غنديه ليا باقي ماشي شبه ليا. هاري هادا
نروحو نديري ليه. شنا هو غالبا لي جورن. ها هي كيف ما كتشوفوا، راه قبلات الكتاكيت وراه حطات لها الماكله ديالها والشريب، راه كلاها وشربوا، وزدت الكتاكيت الاخرين اللي كانوا باقيين يلاه كينشفوا وكيتفقسوا، وراه حاضنا عليهم كيف ما كتشوفوا. هاد الطريقه زوينه، ولكن في نفس الوقت خاصك توفر فيها واحد الشروط، من ضمنها انك توفر للدجاجه المكان المناسب، ما يدخلش عندها الدجاج، الماكله والشريب ديما يكون حداها. وهاد الطريقه غتخليني نستافد من الدجاجات الاخرين، نعاود نحط لهم البيض مره اخرى ونستافد منهم، ولكن حتى هما خاصك تسد عليهم وتوفر لهم الشروط، من ضمنها الماكله والشريب وحمام الرمال ضروري. واحسن شيء الا توفر لك الرماد فرشوا لهم في العش وحطوا لهم ايضا يستحموا به، فهو مزيان وممتاز بالنسبه لهم. فكما هي ضربه واحد التمارين وواحد المجهود، انت خصك توفر له اقصى ظروف الراحه. دابا ما نخرجوش، دابا نحضر البيض. دابا هادي حطيت لها البيض البلدي، هو اللي متوفر عندي حاليا. بالنسبه للدجاجه الاخرى غنجيب لها البيض ديال الفيومي، راه ما كومونديتو، كنتسنى الكوموند ديالي توجد. اللي هو تقاد راسها ونمشيو نحطوا البيض لانثى الديك الرومي. كيف ما كتشوفوا هنا عندي واحد 30 بيضه، غنحطها للانثى ديال الديك الرومي. غنحاول نحط لها تقريبا شي 25 ولا 20 بيضه في هذه الحدود. المهم الانثى ديال ديك الرومي راه خرجات ليا، قلت من بعد نعاود ردها، راه مولفه المكان ديالها، ونشوفوا شحال تقريبا تقدر تهز من البيضه. وعاد ندوزو، بقى عندي واحد البركه ديال البيض ديال لي جورن، غنحطوه لواحد الانثى اخرى. هذه هي الانثى اللي كنت جبت لها البيض ديال الدجاج الحبشي من السوق، راه ما خرجش ليا البيض، خرج على واحد جوج كتاكيت ديال الدجاج البلدي، راه حولتهم للدجاجه الاخرى. ودابا باذن الله جبت لها بيض ديال لي جورن كيف ما كتشوفوا ديالي. الحمد لله الدجاج ديال لي جورن راه تقريبا عطاتني في 10 ايام 9 بيضات، هنا 8 وحده تهرسات ليا، في 10 ايام 9 بيضات راه اللهم بارك. ولكن وكاين واحد الكونديسيون، هي انني راه كنعطيها علف ديال الديماراج. قبل كنت كنعطيها الحبوب، كانت نسبه البيض قليله مقارنه دابا مع علف الديماراج اللي كنعطيها، راه اللهم بارك. ما كنعطيهاش حتى البيض، ما كنعطيهاش حتى العلف ديال البياضه، كنعطيها علف الديماراج يعني 14 الياقوت 14. والحمد لله راه اللهم بارك، راه كيف ما كتشوفوا حصيله، الحمد لله حصيله جيده. 9 بيضات في 10 ايام راه اللهم بارك. دابا غنحطهم على الدجاجه ونطلبوا من الله ييسر لنا فيهم. هاد الدجاجه راه بدات كتبيض لي دابايا، كتبيض تقريبا يوميا، واخا مع الكتاكيت. كنتمنى انها ما تنفرهمش، بقى حاضنا عليهم. دابا راه في العمر ديالهم 32 يوم، كنتمنى انها تكمل معايا حتى 60 يوم على الاقل، يمكن لي ديك الساعه نتلاقاو مع القاطع الكبير ونتهنى منهم باش يستطيعوا انهم يدافعوا على راسهم ويوفروا الطعام وما يحقروش عليهم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وترقبونا في فيديوهات جداد كلهم فائده واستفاده، ودائما الجديد ان شاء الله.